سأغادر مكة إن شاء الله إلى المدينة بعد صلاة الظهر مباشرة، فهل يجوز أن أجمع وأقصر صلاتي الظهر والعصر معا قبل السفر؟ إذا كان مقيم بمكة أيام كثيرة تزيد على 4 أيام وهو ما يجمع، لأنه ما زال مقيما، ما زال مقيما حتى يرحل، يصلي الظهر، إذا جاء وقت العصر يصليها في وقتها. نعم. ما حكم المسبوق في صلاة الجنازة؟ يدخل فيما بقي من التكبيرات ويكملها على صفتها بعد السلام، يكمل ما فاته، يكون ما أدركه من التكبيرات هو الأول بالنسبة له، فإذا سلم الإمام يكمل التكبيرات والأذكار التي بعدها ثم يسلم. نعم.